وللحديث عن تبعية حكومة السودان والحكومات التي قبلها لإيران وأثر ذلك على سياساتها، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. مرحبا بك معنا. أهلا بك ومشاهديكم الأكارم. حياكم الله. تصريحان متناقضان في أقل من 48 ساعة أدلت بهما مبعوثة الأمم المتحدة للعراق حول الفساد في البلاد، فصل بين هذين التصريحين لقاءات في النجف وكربلاء، كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ تحية لكم ولمشاهديكم الأكارم. حقيقة الزيارة التي اتخذت منها معبرا لأهداف غير مرئية للشعب العراقي الآن، زيارتها للنجف، هي من أخطر نشاطات بلاسخر إلى حد يومنا هذا، لأن لا يوجد في الساحة العراقية يستدعي رفع شعار دعم التعايش المشترك بين المكونات لمناقشته مع جهات دينية أو سياسية في العراق. هذا يعني أن هناك مشروع يخص العراق بتهديد مستقبله وأمنه ومجتمعه، وهذا المشروع هو مشروع بالأصل مشروع بريطاني من أيام الاحتلال البريطاني الأول، الذي ادعى أن العراق مكونات غير منسجمة. فهذا هو الخطر في الزيارة وليس الخطر في التصريحات أو في غيرها. أما تصريحاتها المتناقضة فهي يعني أنها لا تمتلك رؤية معينة بمفهوم كيفية حل الفساد أو كيفية مناقشة أموره، أو مع من تناقش هذا الموضوع. هل تناقش هذا الموضوع مع محافظ في ضمن حكومة؟ هذا الموضوع حقيقة هو لإلهاء، يعني لصرف النظر العراقيين، هاي التصريحات المتناقضة لصرف النظر العراقيين عن أهداف الزيارة الخطيرة، حقيقة من أخطر الزيارات وأخطر نشاطاتها. هذه المرأة تشكل خطر على مستقبل العراق بشكل خطير جدا، إنها تشكل حقيقة أداة من أدوات الاستعمار الجديد في العراق. نعم. تذكرنا مسس بيل التي زارت شربت أبو جبار أبو شربت، كذلك هي زارت أبو علي للدهينة. هذه كلها يعني مهرجانات إعلامية لصرف النظر عن المشاريع الخبيثة التي جاءت بها. نعم. بلاسخارت النجف. ثم عندما تقول بلاسخارت أو تؤكد أنها لا تشكك في قدرات السودان في مكافحة الفساد، على ماذا اعتمدت برأيك؟ يعني الرجل يعني منذ فترة قصيرة يتولى رئاسة الحكومة، إذن ماذا لديها كي لا تشكك أو تشكك في ذلك؟ هذه المرأة بواجباتها بأسلوبها باستلامها ملف العراق من الأمم المتحدة لعبت دور خطير ضد الشعب العراقي، التي تكذب في مجلس الأمن فليس سهلا عليها أن تكذب على العراقيين. هي تعرف تماما تفاصيل الفساد وواقعه وأدواته ومنهجه، كلها تعرفها، وهي أيضا متهمة بالفساد من العراقيين، وهذا متلفز الاتهام لها، لم ترد عليه، فبالتالي هي جزء من عملية الفساد. فأما هي وهي تعرف وعلى يقين هي تعرف أنه لا السوداني ولا غيره يستطيع، لأن النظام برمته هو فاسد، فساد سياسي وفساد مالي وفساد إداري وفساد وطني، كل أنواع الفساد يضمنه هذا النظام. وتعرف هي يقينا أنه السوداني غير قادر، ولكن هذا فقط للتسويق الإعلامي لمحافظة على أن يستمر هذا النظام السياسي الذي تريده أمريكا وبريطانيا وإيران. هذه نعم. هي أسباب تصريحاتها. أستاذ عبد الله، بحسب منتدى كامبريدج للشرق الأوسط، قال إن الأحزاب أحزاب الإطار التنسيقي التي جاءت بالسوداني اخترقت مؤسسات الدولة بإشراف إيراني، سيطرت على المعابر وعلى إنتاج النفط وعلى مبيعاته، كل هذه المشكلات سيطرت عليها. أنا لا أعرف كيف يمكن أن يشكل ذلك عونا لإيران في مواجهة العقوبات الأمريكية، طالما أنها لها مصدر دخل كبير في الحقيقة، وهناك أموال بالعملة الصعبة تدخل إليها. هذه الحكومة الإطارية وما قبلها من حكومات
هي حكومات تابعة إلى إيران سياسيا واقتصاديا، وهذا النشاط الاقتصادي العراقي الإيراني هو بموافقة أمريكية قانونيا. هي أمريكا أعطت الرخصة إلى العراق للتعاون مع إيران رسميا، يعني العراق لا يتعرض إلى أي مضايقة من أمريكا في هذا التعاون، لأنها سمحت للعراق أن يكون العراق متنفسا إلى إيران، وكذلك بعض الدول الخليجية متنفس لإيران لإدامة هذا النظام. هذا النظام ضروري أن وكل ما يوجد صراع ما بين أمريكا وإيران هو فقط لضبط الخلل اللي موجود في التوازن اللي يحصل ما بين إيران وإسرائيل، فقط هذا الخلاف. أما المتنفس فهي أمريكا تسمح له وأعطت بشكل قانوني إلى العراق، فلا يشكل يعني مشكلة بالنسبة إلى أمريكا والعراق، ولا يشكل أيضا هناك ثغرة في العلاقة السياسية ما بين العراق وأمريكا بخصوص العلاقات الاقتصادية مع إيران. نعم. طيب، هذا النفوذ الذي وسعته إيران في العراق وتعاون الحكومات معها، إلى أي مدى تفكر هذه الحكومات بالعلاقة مع الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي؟ هذه يعني نحن نعرف أن هذه الحكومة إطارية وتمثل السياسة الإيرانية الآن، فهي لا تشكل يعني إحراج، إلى لحد الآن لا تشكل إحراج إلى دول الخليج ولا منزعجة هي أيضا من موقفها، ودول الخليج تعرف تماما هذا النظام وهذا طبيعته، ولكن السياسة الخارجية الخليجية مع العراق حقيقة يشوبها بعض الضعف. هذا جانب. أما الجانب الأهم في هذا الموضوع أن هذه الحكومة لحد الآن لم تسفر عن مواقفها الحقيقية تجاه العرب والخليج بشكل خاص، لأنه تنتظر الظرف المناسب لتكشر عن أنيابها ضد الخليج، وسيأتيها السهم من شمالها وليس من جنوبها كما يفكرون الخليج. نعم. إذن كيف يمكن فهم حضور السوداني القمة العربية الصينية وتوافقه مع بعض المواقف العربية للتنمية المشتركة وتوحيد المواقف وما إلى ذلك؟ الحقيقة هذا فقط يعني للتسويق الإعلامي، هو كل حديث تحدث قبله الكاظمي بأكثر من هذا، وتحدث وذهب العبادي بنفس النفس، هذا كله حديث إعلامي، والجماعة معروفين بأنهم يسوقون الكلام، وبالتالي المهم هو التطبيق وليس الحديث، وهم بالتطبيق هم معادين على العرب والخليج بشكل خاص، فبالتالي يعني لا يعني شيء بالنسبة انه زار وراح ويجتمع وصرح. وحتى المالكي اللي هو اكثر الناس يبغض دول الخليج ايضا صرح بنفس التصريحات. المشكلة في هذا النظام هو نظام باطني يصرح ما يناسبه في الظرف الذي يعيشه، اما بالتالي سياسة ثابتة تمنهجها إيران وتؤجل مؤدلجة باتجاه خدمة المشروع الفارسي في المنطقة. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان من كوبنهاجن.